شباب لا تنسون الشحن من متجر ذاكس اوكي، لانه سوى عروض وتخفيضات استثنائيه سواء لشحن لعبه كود موبايل فيما يخص السي بي. رابط المتجر اخليه لكم في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت. اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. والله مقطع اليوم راح يكون استثنائي وحصري ويخص اساطير اللعبة، الاساطير الاصليين، بمعنى نتكلم عن المدرسة القديمة يعني ان صح التعبير في لعبة كود موبايل اولد سكول، يعني اللاعبين اللي ينتمون لهذا الفئة فيثبت وجودهم في هذا المقطع. ليش؟ لانه هذا المقطع وهذا الطور وهذا المود اللي راح نتكلم عنه في هذا الفيديو راح نخص به طور زومبي، كان موجود معنا في سنة 2018، يعني قبل الاصدار حتى العالمي والرسمي بشكل كامل في اواخر سنة 2019 اوكي، كان موجود معنا هذا الطور، بالاضافة الى انه اللعبة كانت باسم مغاير، ما كانت باسم كود موبايل وانما كانت Call of Duty Legends of War، هذا هو الاسم الكامل اللي كان يخص اللعبة. أتوقع يعني فئة قليلة جدا الحين اللي هي تعرف هذه اللعبة وكيف كان اسمها وجربت هذه التفاصيل، لأنه حتى هذه التفاصيل كانت موجودة فقط في النسخة التجريبية وكان ضروري من أجل أنك تشغلها، فكان عليك الفي بي ان وعلى أي دولة وكانت أغلبها كندا وغيره. المهم المقطع اليوم راح نخصصه زي ما خبرتكم عن طور الزومبي. ليش؟ لاني حبيت اخذ برايكم في هذا المقطع بالنسبه للناس ايضا اللي ما تعرف واللي ما كانت لها الفرصه انها تجرب هذا الطور او هذا المود في ديك الفتره، لانه ما نزل معنا اطلاقا بعدها. اللي نزل معنا بعد سنه 2019 هو كان يعني في بدايه سنه 2020، وكان طور زومبي مختلف تماما عن الطور اللي انتم تشاهدونه الحين اللي كان اول مره يصدر معنا في هذه اللعبه، يعني كان فقط للناس اللي جربوا النسخه لما كانت تجريبيه، اما غيره فلم يتح اطلاقا هذا المود او هذا الطور او هذه الخرائط اللي راح اذكرها لكم في هذا المقطع، لكن ما راح اشاركها معكم في هذا المقطع الكامل تقريبا، وانما اذا تريدون اشارك معكم باقي الخرائط اللي توفرت في هذا النسخ في هذه النسخه اللي كانت توفرت معنا في سنه 2018 فما عليكم امر باذن الله، اعطونا لايكاتكم مشاركه للمقطع واتركوها في التعليقات وباذن الله راح يكون مقطع ثاني عن الخرائط المتبقيه اوكي، لانه توفرت معنا ثلاث خرائط، اما هذه الخريطه فهي كانت تخص المزرعه، هذا الماب كان باسم ماب او خريطة المزرعة في طور الزومبي. ليش؟ راح تشاهدون التفاصيل حتى ما احرق عليكم في هذا الفيديو اوكي، بعدين تكتشفون ليش سمي هذا الماب ايضا بخريطة المزرعة في ديك النسخة في سنة 2018 اوكي، لكن بصراحة بعدها لم يصدر معنا هذا الطور اطلاقا او هذا الخرائط اطلاقا، لم تصدر معنا في النسخة العالمية او حتى بعد الطرح الرسمي اللي كان مختلف تماما عن هذه النسخة، ولكن والله حبيت اخذ رايكم، هل انتم ايضا يعني بعد ما تشاهدون هذا المقطع هل تفضلون لو انه الشركة ترجع هذا الطور تقريبا بهذا الخرائط كاول خريطة يعني راح اشاركها معكم في هذا المقطع او لا؟ هل تفضلون هاي ام تفضلون المود الحالي المود المؤقت اوكي اللي موجود في طور الزومبي؟ ولو انه كان في تطوير كبير جدا يعني مقارنه بجرافيك اللعبه وغيره من ذاك اليوم الى يومنا هذا، فاتوقع ان الشركه يعني عندها فرصه انها تسوي اشياء كثير رهيبه يعني لو تريد، ونامل الخير اكيد بما انه يعني شركه مايكروسوفت صارت يعني لها كلمتها في هذه اللعبه، فنتمنى ونامل الخير باذن الله. المهم ما راح اطول عليكم في هذا المقطع، اتمنى انكم تستمتعون وتعطونا رايكم وتقييمكم لذاك المود في ذاك الوقت، تذكروا هذا المود كان في سنه 2018 اوكي، يعني بعد سنه من هذه النسخه تم الاصدار العالمي للعبه وتم تغيير اسمها، اي بمعنى في اواخر 2019 تم الاصدار الرسمي لنسخه كود موبايل سنه، تصوروا معي فكيف راح يكون الحال ايضا حتى لنسخه الورزون موبايل، فاكيد النسخه التجريبيه وبعدين تاخذ فتره كبيره من اجل انها
يعني تطرح بشكل رسمي. يلا ما راح اطول عليكم، استمتعوا مع بقيه المقطع واعطونا تقييمكم للمقطع يا شباب، ولذاك الطور في ذاك الزمان وفي ذاك يعني في هذا المكان. فيلا فرجه ممتعه مع بقيه الفيديو، نلتقي في الشرح والحلقه القادمه. لايكاتكم وسلام، استمتعوا. Reloading.
If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.